جاء رجل إلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، قال: يا أمير المؤمنين، لقد اشتريت دارا وأريد أن تكتب لي عقد الشراء بيديك. الملك يكتب له العقد بإيده مشان تثبيت الأرض. فنظر سيدنا علي في وجهه: بدك الملك يكتب لك العقد؟ طلع فيه فرأى الدنيا تربحت على عرش قلبه، أراد أنه يلقنه درس ما ينسى، أخذ القلم وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فقد اشترى ميت من ميت دارا. اشترى ميت من ميت دارا تقع في دنيا المذنبين، البيت بسوء المذنبين وسكة الغافلين، لها أربعة حدود: الحد الأول ينتهي بالموت، والحد الثاني ينتهي إلى القبر، والحد الثالث ينتهي إلى الحساب، والحد الرابع ينتهي إما إلى جنة أو إلى نار. شو العقد؟ أنا لما شاف الرسالة قال له: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال له: أليست هذه حقيقة؟ قال له: نعم. قال له: أشهدك بأني تركت الدار لله، ولا ببدي دار، وبنام في بيت الله ما ببديها، تركها. أعطاه موعظة، موعظة أحيت قلبه. هذه أربع حدود: الحد الأول ينتهي بالموت، الثاني بالقبر، الثالث إلى الحساب، الرابع إما إلى جنة وإما إلى نار. بيكتبوا هيك هلا بالطابور. لا إله إلا الله، الله يرضى عنه، الله يرضى عنهم، شلون كانوا موعظتهم. فالدهر يا أخواني كله، الدهر ثلاثة، الدهر ثلاثة، احفظوهم: يوم مضى لا يعود إليك، بارح بيجي بيرجع، يوم مضى لا يعود إليك، ويوم أنت فيه لا يدوم عليك. كمان هاليوم ما لح يبقى، هلا كم ساعة؟ هلا ساعة تسعة، مثل هلا بكون راح النهار. يوم مضى لا يعود إليك، ويوم أنت فيه لا يدوم عليك، ويوم مستقبله لا تدري ما يكون منه عليك. جاي، أما شو في بها اليوم؟ الله يجعله يوم الخير.